ثورة الحديثية وانقلابا علميا في عالم التحقيقات والتفسير والفقه، وأن هذه الموسوعة سوف يكون لها الأثر الكبير في تحرير الفقه وبنائه على الأحاديث الصحيحة. في الآخر هذا كلام عجيب جدا، كلام مقيم ولا أستقيم. نعم، على كل حال أنا لا أزال أنصح أنه ينبغي أن تترفق إن كتبت ردا أو نقدا، ومن الرفق أن تذكر بأن هذا الرجل قد قام بواجب كبير وسد ثغرة طالما كان الناس بحاجة إليها. بعد ذلك تدخل في الموضوع. على بعض هيك البركة. الله يبارك فيك يا شيخنا، الله يكرمك. صدقتك سؤال. نعم صدقتك سؤال. طيب مش مستعد. اعمل لك غفله زحمتيه. خلاص كم ثلاث سيارات ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. هل